طبعا يا كابتن هيثم مستمرين معاك في لقاءاتنا النهارده، ومعانا يعني عدد كبير من النجمات طبعا لسه مستمرين في اللقاءات اكيد، ومعانا دلوقتي طبعا يعني واحده ايضا من نجمات المباراه كابتن سرايا محمد. طبعا بنرحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي. زي ما انا كنت بقول من شويه، يمكن مباراه للنسيان بالنسبه لنادي الزمالك، سكور كبير جدا شفناه، شفنا اكيد تالق كبير جدا على المستوى الفني والبدني. لو هنتكلم النهارده عن المباراه شايفاها ازاي؟ اولا انا عايزه اقول لفرقتي طبعا الف مبروك على الاداء اللي هم عملوه النهارده. بصراحه كنا كلنا رجاله، ومن الاول دقيقه خالص كنا قايلين ان احنا عايزين ننزل نكسب وفرق سكور، وده فعلا اللي حصل. الشوط لحد الشوط الثاني احنا كنا كاسبين فرق سكور، بس ما بصراحه يعني احنا ما اكتفيناش بس بالسكور ده، لا احنا نزلنا الثالث والرابع كنا عايزين ان احنا نفرق سكور اكبر، وده فعلا اللي حصل. كان عندنا تارجت قبل الماتش نزلنا نفذناه، خلاص ماتش الزمالك عدى وانتهى، طبعا ماتش جماهيري، ماتش للجمهور طبعا ده اول واخر حاجه، بس خلاص ماتش الزمالك ماتش وعدى، نركز بقى في الماتشات اللي جايه. كابتن سرايا، يمكن كنتوا عارفين ان انتوا داخلين مباراه يمكن نادي الزمالك مش هو الافضل فيها مستوى فني، اكيد كنا عارفين ده. لو هنتكلم عن الاهداف اللي طلعتوا بيها من المباراه النهارده، سواء روتيشن، ثقه لبعض اللاعبات اللي ممكن ما يكونوا مش بيشاركوا في بعض المباريات الكريتيكال بالنسبه لكابتن طارق، لو هنتكلم النهارده عن اهم الاهداف اللي خرجتوا بيها من المباراه. طبعا الاهداف اللي احنا خرجنا بيها في الماتش زي ما انت قلتي الروتيشن، الفرقه كلها لعبت تايم، اللعيبه اللي بتنزل تايم كبير النهارده خدت تايم اقل، ده فعلا ده الحاجات اللي احنا طلعنا بيها النهارده. الخمسه اللي كانوا في الملعب ما كانش فارقه مين بره مين جوه، كل فرقه لعبت، كل ال 12 لعيب قدوا. بصراحه ما كانش فارقه خالص مين جوه مين بره، احنا ال 12 قدمنا اداء كويس جدا جدا. ده كمان ادى للكوتش ثقه في الناس اللي مش بتشارك وقت اكتر، ان هم في الماتشات اللي جايه لا يبقى ليهم دور. دي الاهداف اللي احنا طلعنا بيها. مباراه النهارده كابتن سرايا صعبت المهم عليكم خلال الماتشات اللي جايه، سواء البنك الاهلي، الجزيره، كمان سبورتنج، صعبت عليكم فرق السكور ده، هيصعب عليكم المهمه اللي جايه؟ هو يمكن صعب للفرق الثانيه، انها شايفه النادي الاهلي بينزل كل ماتش مش بيكتفي بس ان هو يكسب بوينت ولا 10، لا بيفرق سكور عن كل الفرق. ده يمكن ده حافز لينا، مش حاجه صعبت علينا على قد ما هي حفزتنا اكتر، ان احنا كل ماتشات ننزلها نازلين حاطين تارجت المكسب وسكور. كابتن سرايا نورتينا وشرفتينا، الف مبروك مره تانية، والف مبروك على فرق السكور الكبير. الله يبارك فيكي، ميرسي، شكرا.